بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في كورس Foundations Engineering 2. إن شاء الله النهاردة هناخد آخر خطوة من خطوات تصميم الريتينينج وول. يعني هنبتدي نتكلم على إيه؟ إحنا خلاص صممنا الستيم وصممنا التوي وصممنا الهيل، يبقى باقي ليه أن أنا أرسم الإيه؟ الحديد. زي ما اتفقنا، اولا الكفر بتاعنا عارفين ان هو كام، 70 ملي يعني 7 سنتي الكفر بتاعي، بس الحديد احطه فين مبدئيا؟ نتيجه ان الستيم عليه مومنت بالشكل ده حطيت الحديد الناحيه دي، ونتيجه اللي هو الهيل عليه المومنت بالشكل ده فحطيت الحديد الناحيه دي، ونتيجه ان التوي المومنت عامل كده فحطيت الحديد الناحيه دي. ممكن ناخد الحديد ده ونعمل حاجه اسمها جرافطه، او نعمل بقى ايه، نعمل المقص اللي انت خدته قبل كده. طيب هل ما احطش حديد تاني بقى في الريتينينج وول؟ لا طبعا، انت ده الحديد الرئيسي بتاعك، ده رئيسي، وده بتاع مين؟ ده بتاع الايه، الهيل، وده بتاع مين؟ التوي. طب وده؟ ده بتاع الستيم. لاحظ ان المليانه حديد، ده الحديد ده اخده فين؟ ملوش لازمه، مينيمم احط له 5 × 12 متر. النقط دي كلها ده سياخ حديد في الاتجاه التاني عشان اعمل الشبكه، اخد السياخ دي قد ايه كلها؟ 5 × 12 متر. هنا في حديد هنا وحديد هنا، هل الحديد ده بيتصمم؟ لا، ده محطوط 5 × 12 متر. يبقى كل دي عشان اعمل شبكه، لكن الحديد الرئيسي اللي هو الستيم اللي هو ده واللي هو ده واللي هو ده، وزي ما انا قلت ان ممكن ده اعمل له حاجه اسمها جرافطه بالشكل ده، او اعمل له ايه، اعمل له حاجه اسمها مقص زي ما اتعلمنا في الخرسانه. وبكده يبقى احنا خلصنا تصميم الايه، الريتينينج وول. هيتبقى ليا جزء اخير بس، حاجه في التنفيذ هنبتدي نقولها في الجزء القادم، اللي هو الدرينج او تصريف بتاعه الميه في الريتينينج وول. شكرا.